بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله، قول الإمام الطحاوي: وخاتم الأنبياء، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء طبعا، وخاتم المرسلين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولأنه لما ثبتت رسالته بالبراهين العقلية والنقلية ثبت أنه صادق فيما أخبر، وقد أخبر أنه لا نبي بعده، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، فدل على أنه خاتم الأنبياء. طبعا الله سبحانه وتعالى وعد أن لا يترك الناس بدون هداية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس للابتلاء والامتحان، والابتلاء والامتحان يحتاج إلى بيان. ما هو المطلوب في الامتحان؟ أنت إذا تريد أن تمتحن أحدا تبين له ما هو المطلوب. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. تمام. إذن هذا اقتضى أن يرسل الله عز وجل أنبياء ورسل ومنذرين. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب، فإذا هذا وعد تفضل الله عز وجل به على العباد. نحن نقول إرسال الرسل ما هو؟ فضل من الله، لا هو واجب ولا هو مستحيل. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا الوعد أن يكون في كل زمان أن يوجد نبي وأن يوجد رسول. تمام؟ طيب، فإذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، ماذا يعني هذا؟ أنه بعده لا يوجد نبي. فإذا أضفنا إلى هذا أن الله عز وجل وعد أن يوجد في كل زمان أن يوجد رسول وبشير ونذير، هذا يعني أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه يوجد من يدعي أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي فقط لزمان محدد ولبيئة محددة. أنا كل يوم أسمع هذا الكلام هنا عندكم. نعم، تاريخيون يقولون هذا القرآن أو هذا الإسلام، هذه الأحكام نشأت في بيئة معينة، هي بيئة قريش وما حولها ولزمن محدد. تمام. ماذا يترتب على هذا؟ انتبهوا، هذه كلمة خطيرة. فإذا كان الإسلام محدودا زمانيا ومكانيا، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الآن لا يوجد دين، أن الإسلام الذي نزل انتهى، لا يوجد دين.
مفهوم ماذا يترتب عليه؟ هذا أنا كل يوم أسمع هذا الكلام، يقولون هذه الأحكام، مثلا أحكام الحدود، أحكام الحجاب، أحكام كذا، هذا كان يناسب العرب في ذلك الوقت، العرب فقط وفي ذلك الوقت. يا أسيادنا، هذا يترتب طالما لا يوجد. لو قالوا الآن محمد عليه الصلاة والسلام 100 سنة، وسيأتي بعده نبي ورسول 100 سنة وهكذا، لكن قالوا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، ورسالته محدودة زمانا ومكانا، إذن الآن ما هو الآن؟ ماذا يوجد؟ على كلامهم لا يوجد دين. إذا دين محمد عليه الصلاة والسلام ليس صالحا الآن، إذن الآن لا يوجد دين. فهذه دعوة خطيرة جدا لترك الناس بدون دين. هل يوجد من يقول هذا الكلام؟ إذا كنتم لا تسمعون أنا أسمع. نعم نعم، أنا الطلاب يخبرونني. قل هذا يجب أن لا، هذا الإسلام، هذا القرآن لا يصلح إلى الآن، إلى هذا الزمان أبدا. يستدلون لتنذر أمة القرى ومن حولها فقط. تمام، لمن أمة القرى ومن حولها. جيد جيد، إذن كيف تجيبون على هؤلاء الناس بالدليل العقلي والنقلي؟ طبعا هؤلاء لن يقبلوا، لأن غايتهم، هم لا يقولون هذا عن جهل، هم يريدون إفساد الدين، هم يريدون إفساد، فلن يقبلوا. لكن هذا لا يهمنا، هم لا يهموننا، يهمنا كيف هؤلاء المؤمنون الصالحون الشباب الذين بين أيديهم، كيف نقنعهم أن كلام هؤلاء خطأ. لا يهمنا، هؤلاء لن يقبلوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء يعلمون أنهم مخطئون، وهم يريدون إفساد الدين، يريدون أن يبقى الناس بلا إسلام ولا دين ولا قرآن ولا أي شيء. لكن كيف تجيبون بجواب مقنع لمن يعني هو عقيدته سليمة حتى لا يتأثر من هؤلاء؟ نقول لهم أولا، الله عز وجل يقول وفي القرآن الكريم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا واحد. ثم نقول: الصحابة الكرام لماذا خرجوا إلى الدنيا؟ ما تركوا، ما فقط في أم القرى وما حولها. سيدنا أبو أيوب الأنصاري لماذا جاء إلى اسطنبول؟ لماذا جاء؟ لو الإسلام ليس صالحا لكل مكان ولكل بيئة، لماذا جاء سيدنا أبو أيوب إلى هنا، وصحابة في مصر، وصحابة في الشام، وصحابة في العراق، وصحابة في فارس؟ لماذا جاءوا؟ هذا شيء. يوجد شيء آخر وهذا مهم جدا. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل راسل الملوك؟ انتبه الآن، أرسل إلى المقوقص عظيم القبط، وإلى هرقل عظيم الروم، وإلى كسرى، وإلى ملك البحرين. لماذا أرسل إليهم؟ انظروا هذا، ها هذا الدليل. ليدعوهم إلى الإسلام. هل بيئتهم وحضاراتهم مختلفة عن الجزيرة العربية؟ مختلفة. إذن انتهى الكلام. تمام مولانا؟
إذن هذا يدل على أن الإسلام صالح لكل بيئة ولكل زمان. ثم لما وصل المسلمون إلى فارس، هل نشروا إسلاما مختلفا عن الذي نشروه في جزيرة العرب؟ هل أوصلوا إليه أحكاما أخرى أو نفس الأحكام؟ ولما وصلوا إلى الشام، ولما وصلوا إلى كل مكان، لما وصلوا الآن إلى القسطنطينية، هل الأحكام في مكة نفس الأحكام في نفس؟ ماذا يعني هذا؟ ما هو جوابهم على هذا الكلام؟ ماذا يستطيعون أن يجيبوا عن هذا الكلام؟ ها سيدي، هل يوجد جواب على هذا الجواب؟ لا جواب. ثم بعد ذلك نأتي إليهم بالتفصيل، ما هو الشيء الذي جاء به الإسلام وكان يصلح في زمن الصحابة وفي مكة ولا يصلح الآن؟ هات أعطونا حكما، أعطونا حكما من الأحكام يقولون هذا لا يصلح في هذا الوقت، هاتوا. مثلا أن يتحجب النساء. ما علاقة أن تتحجب وعدم مناسبة هذا الزمان؟ ما علاقة الحجاب بأنه مناسب لهذا الزمان أو غير مناسب لهذا الزمان؟ يعني ما علاقة ماذا؟ المرأة تستطيع أن تدرس وهي محجبة؟ تستطيع، وحتى أن لو احتاج المجتمع إلى طبيبة، أنت زوجتك إذا مرضت تحتاج طبيبة مسلمة، أو نذهب إلى الرجل نحتاج إلى طبيبة. فإذا هل يوجد مشكلة في الإسلام إذا امرأة مسلمة درست طب؟ يوجد مشكلة شرعية؟ يوجد. لكن هل يمكن أن تدرس دون أن تكشف نفسها؟ ما علاقة هذا بهذا؟ الحجاب، أنت قل لي، أنت فتحت هذا الموضوع، ما الذي لا يناسب المرأة إذا كانت محتشمة؟ ما علاقة العلم والتقدم والتكنولوجيا بكشف العورات؟ الاختلاط مثلا، يقول هل في هذا الزمان يعني هذا ممنوع، يعني يعمل الرجال مع النساء؟ لماذا يعمل الرجال مع النساء؟ هل في بعض الدول الكافرة تماما تعرف ماذا فعلوا؟ ليس لله ولا للإسلام، فصلوا الرجال عن النساء. في كوريا الجنوبية يوجد معامل الرجال وحدهم والنساء، مع أنهم بوذيون لا يؤمنون بإله، يقولون هذا أحسن للعمل وأحسن للدراسة. لكن تركيا تخلف. اسمع الآن، نحن لو قلنا والله الإسلام، يقولون هذا الإسلام تدافعون، بل العقلاء قالوا إذا البنات يدرسون وحدهن والرجال وحدهن والله يكون نتيجة أحسن. طبعا يا شيخنا، أنا إذا كانت أنا طالب وبجانبي بنت ومن هنا بنت، أنا لن أنشغل بالدراسة، يوجد ما يشغلني، والله يوجد ما أنا سأهتم بشكلي وهندامي ورائحتي وكذا ولباسي. يا أخي، إذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما خلى مع امرأة بدون، يعني هي جعلته يخلو بها، كاد أن يفتن وهو نبي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والله يوجد معمل شباب وبنات وكذا يشتغلون بالحب والعشق والكذا، لا يشتغلون بالعمل. فما علاقة هذا؟ يعني أنا والله إذا أريد مثلا نقول مجتمع لا يناسب إلا أن يكون مختلطا،
ما علاقة هذا بهذا؟ ثم إذا كان يوجد ضرورة للاختلاط، ضرورة قصوى، مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعض النساء في أحد مثلا تخرج تطبب الجرحى، تخدم، تطبخ للجيش، تفعل كذا، إذا وجد ضرورة الأمر فيه سعة، لكن مع كل الضوابط. لماذا إذا اضطررنا إلى الاختلاط يجب أن يوجد عري؟ يعني لا يجوز المرأة أن إذا اضطرت لتعمل إلا أن تكون عارية؟ ما علاقة هذا بهذا؟ فقل لي ما الذي، سبحان الله، ما الذي لا يناسب في هذا؟ الحجاب، الأدب، الحشمة؟ طيب لماذا لا يتكلمون؟ قل لهم لهؤلاء، قل لهم مثلا عن، يتكلموا عن نساء اليهود ونساء النصارى المتدينات. أنا ما عندي مشكلة للصوت، لكن أنا أخاف أن يتوقف هناك الصوت في ال، يمكن، يلا تمام مولانا. لا أحد يتكلم، الراهبات لا أحد يتكلم عن حجابهن. يوجد بعض طوائف اليهود حجابهن أكثر من حجاب المسلمات بأضعاف، لا أحد يتكلم. المهم، ما الذي لا يناسب في هذا الزمان؟ والله أنا كنت في سوريا، كان يوجد من يقول هذا الكلام، يقولون الإسلام غير مناسب. كنت أقول ماذا يوجد غير مناسب؟ يعني منذ زمان شكر الله لكم، كنت أقول لهم يعني في الزمان الماضي كان الناس لا يحب، الإنسان كان لا يحب أن يزنى بأهله، والآن يحب. كان لا يحب أن يسرق ماله، والآن يحب. كانوا لا يحبون أن يفعلوا غش، والآن الناس يحبون. ما الذي يعني، ما الذي الآن؟ هات أعطونا حكما من أحكام الإسلام غير مناسب. أبدا، والله لن يجدوا، لن يجدوا. بالعكس، أقسم بالله يا إخواننا العقلاء، أنت تتكلم عن الحجاب وعن الاختلاط، أقسم بالله أن العقلاء في أمريكا يقولون نرجوكم افصلوا بين الشباب والبنات، نرجوكم. في أمريكا أقسم بالله يا أشياخنا أن نصف البنات في الثانوي، في الليسة يعني، حامل، يجدون الأطفال في المراحيض، ينزلن الأطفال. العقلاء ينادون لكن لا صوت لهم، لأن الإعلام بيد اليهود. فالعقلاء والله يقولون أبعدوا الشباب والبنات عن بعض في أمريكا، ليس للدين، من أجل المرض، من أجل الدنيا، أبعدوا. فيقول حجاب، يا أخي شاب إذا بجانبه بنت في المدرسة شبه عارية وهي صديقته ويذهبان معا، ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ ستحصل الأمراض والبلاءات. ولو كان الإنسان محترم والمرأة محترمة وكذا، هذا يغلب الإنسان، ليس بيده. إذن يا إخواننا، من يقول والله هذه الأحكام ليست، هذه أحكام الإسلام ليست صالحة
لكل زمان ومكان، هذا ليس اتهام للإسلام، هذا اتهام لله، أن الله عز وجل ترك الناس بدون دين، وهذا يعني أنه الآن لا يوجد دين، انتهى. نحن ماذا نقول؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تمام أسيادنا؟ نعم. يوجد إشكال حول هذا الأمر؟ شيخنا مثلا في كل الأديان لا سيما عند اليهود والنصارى انتظار المهدي أو انتظار الناصر يعني في آخر الزمان، يعني يخطر ببالي، يعني لماذا هم لا يتفكرون؟ حتى الآن لم يأتي، ما سبب هذا؟ يعني ألا يدل هذا على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخنا، الجواب أجاب الله عز وجل عنه. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لا تظن أن اليهود والنصارى لا يؤمنون لأنهم والله يجهلون الحقيقة، هم يعلمون، لكن لماذا لا يؤمنون؟ تعصب. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، فكيف يتبعون العرب؟ كيف يتبعون نبيا عربيا وهم أبناء الله؟ هكذا يعتقدون. فهذا بسبب العصبية وليس بسبب الجهل. اليهود يعرفون أنهم يجب عليهم أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام كما تعرف أنت ابنك. أصلا لما أول ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء، سمع حيي بن أخطب وأبو ياسر من اليهود، وذهبوا إلى قباء يريدون أن يعرفوا صفاته، هل هو الرسول الذي مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل؟ ذهبوا سألوا، أجابهم، انتهى. قال أبو ياسر لحيي بن أخطب: ما رأيك؟ قال: هو. قال: ما موقفك منه؟ قال: العداوة له ما حييت، العداوة له ما حييت، يعني طول حياتي ما عشت، ما حييت، نعم ما حييت، نعم. وهكذا فعل. تعرفون أن حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة لما جاء الأحزاب وحاصروا المدينة، وبنو قريظة كانوا فعلوا حلفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حيي بن أخطب وقال لبني قريظة: انقضوا عهدكم. قالوا: لا نفعل، أنت غريب، إذا هزمتم ترجعون إلى بلادكم، أما نحن هنا بلادنا، إذا هزمتم نحن يقتلنا رسول الله إذا هزم. قال: تمام، أنا أدخل معك في حصنك، انقض العهد. نقضوا العهد، ولذلك قال الله عن تلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المهم، الله عز وجل أرسل الرياح وهزم الأحزاب وحده، واستراح المسلمون. جاء جبريل قال: يا محمد تستريحون عليه الصلاة والسلام، اذهب إلى بني قريظة، هؤلاء لا تمهلوهم ولا يوم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم إلى أن تعرفون القصة، حتى قالوا: ننزل نسلم، لكن أن يحكم بنا
سعد بن معاذ كان حليفهم في الجاهلية، قال فحكم بهم كما تعلمون أن يقتل الرجال وأن تقسم الأموال، ونزلوا يقتلون واحد واحد. جاء دور من؟ حيي بن أخطب. انظر سيدي، هل يعلم أنه رسول الله أو لا يعلم؟ جاء قبل أن يذبح، كان عليه حلة فخمة وعمامة، أول شيء خرقها، شقها وشق عمامته، تعرف لماذا؟ حتى لا يستفيد المسلمون بعد موته من ماله، هذا مال، ولو جبة. المسلمون اليوم يضعون كل أموالهم في يد اليهود. يا أسيادنا انظر إلى فهم السيرة. حيي بن أخطب قال أنا سأموت، ممكن يأخذون جبتي، ممكن يأخذون عمامتي، والله لا أتركها لهم. شقها قبل أن يموت. والمسلمون أقسم بالله يضعون تريليونات لا يعلمها إلا الله في يد اليهود، وهذه الآن عندهم صناعات وتجارات وعند بأموال المسلمين، والمسلمون فقراء. ثم أصحاب هؤلاء الأموال يموتون، لأن أكثر هؤلاء الحكام للأسف يسرقون أموال شعوبهم يضعونها عندهم سرا ثم يموت. يعني الأمم المتحدة يوجد رجل شخص اسمه علي عبد الله صالح، هذا رئيس اليمن، مات منذ فترة، قتل. الأمم المتحدة الذي كشفته سرق 60 مليار دولار، هذا الأمم المتحدة مات من اليمن من شعبه، سرق هذا أقسم بالله رقم الأمم المتحدة، يمكن وما خفي كان أعظم. تمام، مات، أين ماله الآن؟ لا أحد يعلم إلا هو. الآن يبقى في البنوك، لهم ترتيبهم، لهم ترتيب. المهم شق ما عليه حتى لا يستفيد المسلمون من ماله. قبل أن يقتل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كتاب وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، وأنا أعلم أنه من يخزل الله يخزل. الله خزلني لأني كافر، لكن مع ذلك لا ألوم نفسي في عداوتك. أنا أعلم، والله أنا أعلم أنه من يخزل الله يخزل، ولكن والله يا محمد ما لمت نفسي في عداوتك ساعة. فشيخنا هم يعلمون أنهم على الباطل، خصوصا كبراؤهم. وأما الناس فلا يريدون دين أبدا، يريدون أن يتمتعوا في أمور الدنيا، لا يبحثون. حتى من يذهبون إلى الكنيسة يقول لهم الكنيسة اترك عقلك في الخارج وأدخل، لذلك لا يهتدون. ليس والله أنهم فعلا هم ينتظرون وما أتى، هذا ليس كلامي، أنت تحفظ سورة البقرة، ماذا قال الله تعالى؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم. أو قبلها قال ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا؟ انظر، بئس ما اشتروا به أنفسهم
أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لماذا أنزل الله النبوة على محمد؟ لا يريدون، يريدون أن يكون يهوديا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط، علينا على اليهود، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. كذابون. يقول نحن نؤمن إذا أنزل شيء على اليهود على الرأس والعين. أما هذا العرب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الأميون العرب الله خلقهم يعني خدم لنا، لو قتلناهم ما في مشكلة. فهذا بسبب، هم لا يهتدون بسبب ماذا؟ العنصرية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. تمام مولانا؟ وإلا والله يعرفون الحقيقة أكثر مما تعرف أنت. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني الله هو الذي رسول الله، يعني يفصلون محمد رسول الله، يقولون نؤمن بالله ولا نؤمن رسول الله. تعالى كلمة لا سواء بيننا، عندما يفصلون هذا يعني هل كيف ندفع؟ أخي اسمع، أنا اعتبر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك وهو يجيبك. كل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمع بي ولم يؤمن بي فهو في النار، فهو في النار. يعني الآن سواء بيننا وبينكم، يعني لو قلنا اليهود والنصارى قالوا لا إله إلا الله وقالوا عيسى عبد الله ليس إلها، تمام، لكن لا نؤمن بمحمد أبدا. هذا ليس تعصبا. اسمع الآن، الآن نحن، اسمع، نحن المسلمين لو كان يوجد رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا نحن نقول كان يجب علينا أن نترك ديننا ونتبع هذا الرسول، ما هكذا أراد الله. طيب اسمع الآن ماذا يقول الله تعالى، ليس اليهود والنصارى بل موسى وعيسى، لو كانوا في زمان محمد يجب أن يتركوا دينهم ويتبعوا محمدا، أين هذا في القرآن؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين موسى وعيسى وإبراهيم وداود كلهم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اسمع مولانا، للأنبياء، اسمع حبيبي، بعد هذا ماذا يوجد؟ من يأتي يقول والله يقول الآن اليهود يعني لو تمام يقولون لا إله يكفي أبدا. لو جئتم بحديث عمر بن الخطاب، مرة سيدنا عمر كان في يده ورقة من الكتاب القديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ تشكون يعني؟ تريد أن تعرف نحن أحسن أو هم؟ والله لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقولون هذا حديث. ماذا في هذه الآية؟ الآية شيخنا تقول الله أخذ الميثاق على الأنبياء، لو أدركوا رسول الله يجب أن يتركوا دينهم وأن يتبعوا، فكيف أتبعوه؟ تمام؟ هل بقي مشكلة حول هذا؟ اسألوا إخواننا، نحن الغاية الفائدة إن شاء الله. كيف نؤول إما القرى ومن حولها الآية؟
تمام. الآن أم القرى الرسول ما معنى من حولها؟ هات يلا قل لي الآن ما معنى ما حولها؟ تمام. هل يوجد حد؟ ثم شيخنا إذا أنت قلت هذه الآية تحتمل يوجد نصوص تقطع الاحتمال، لما القرآن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، انتهى الآن. إذا كانت الآية تحتمل الآن لا تحتمل، تمام. ثم كيف يفهم الإسلام؟ يفهم الإسلام كما فهمه الصحابة لا كما فهمته أنا. الصحابة هل فهموا أن الإسلام يجب أن ينتشر في كل الدنيا؟ قالوا قولا أو فعلوا فعلا؟ فعلا. فيأتي إنسان يقول لا لا لا, لا هذا كذا، قل ليس أنت الأمين على فهم الكتاب والسنة، الأمين على ذلك الصحابة الكرام والتابعون ومن بعدهم. نعم. لكن ومن حوله ليس محل يعني جميع أرض، لأن باركنا حوله كم سورة الأسراء باركنا حوله مخصوص. إذن هات أعطني هذه الآية يا شيخنا، هات أرني أعطني الآية التي لتنذر أم القرى ومن حولها. يخصص حول الكعبة فقط، حول المكة. ما معنى لتنذر أم القرى ومن حولها؟ أولا مكة، من مكة. تمام ابدأ. حول شيخنا، هل ممكن يعني أن نؤول هذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني في حياته يعني هو خاطب أم القرى ومن حولها؟ لا إلى آخر. لا أولا يعني أول يعني أول يعني أول لا في أول الأمر من أول بعد الهدى من أول كلمة قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لا لا ما مستحيل الرسول يقول أولا أنا يعني الآن إلى أم القرى. تمام. الخطاب يعني الخطاب يعني المعاملة يعني يا أيها المزمل يعني التبليغ يعني ممكن يعني وأنذر عشيرتك الأقربين مثلا. لكن هو من أول ليس. ثم كما قلت لك الإسلام يفهم من كل الأدلة وليس من دليل واحد. إذا هذا الدليل بظاهره يدل يفهم هذا الدليل بناء على دليل آخر، ثم يفهم من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل يدعو ملك الروم وملك الفرس والنجاشي ومصر والبحرين وكذا، انتهى البحث. نعم. هل يوجد سؤال؟ نعم. قال قوله وإمام الأتقياء له معنيان، لأن أمة الإسلام من الأتقياء أمروا أن يتقوا الشرك ويتقوا المعاصي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا فهو إمام الأتقياء، هذا معنى. المعنى الثاني أن الأتقياء هم الأنبياء، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيهم إماما في الإسراء. تمام. فيثبت أنه إمام الأتقياء إذا قلنا الأتقياء المقصود بهم الأنبياء. يعني إمام قدرة الأتقياء يعني ليس إمام الأشقياء يعني هذا المعنى أن الشقي الأمة من الشقي هكذا نبيهم. تمام كلامك صحيح. الآن إذا إنسان فعل من المعاصي والشقاوة هذا ليس متبعا لرسول الله، فالنبي ليس إمامه في هذا الأمر
لا نقول ليس رسوله. اسمع، الإمام هو الذي يتبع، هو الذي يتبع. فالشقي هل اتبع رسول الله؟ تمام، انتهى. أما لا نقول هو النبي ليس رسوله، هو رسول الكل، تمام. أما ليس إماما للأشقياء، لأن الإمام الذي يقتدى به في هذا الشيء، نعم، لأنه بعث بالتقوى عن الشرك والمعاصي، فأمته المتقون. الشقي إما أن يحمل على الكفر، وإما يحمل على المعاصي. لا، ممكن أن يكون من أمته لكن عنده معاصي، نعم. فأمته المتقون وهو إمامهم، فيكون إمام الأتقياء، هذا واحد. وأيضا لأنه أم بالنبيين وهم أتقياء، يعني هذا في الإسراء، فهو إمام المتقين، نعم. قوله وسيد المرسلين، لأنه ثبت في الأخبار أنه قال أنا سيد ولد آدم. طبعا هو سيد ولد آدم وسيد آدم، لكن لماذا ما قال أنا سيد الناس؟ قال أدبا مع أبيه، الأب بالذات يتأدب معه، هذا أدبا. ها، قال أنا سيد ولد آدم. هو سيد ولد آدم لأن النبي في حديث آخر لا أعرف مذكور هنا، ليس مذكورا، يقول آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة، آدم فمن دونه، تمام. لكن هذا قال العلماء هذا من باب الأدب، قال أنا سيد ولد آدم، ما قال أنا سيد آدم وأولاده وكذا، نعم. والمرسلون داخلون في ذلك، يعني في أولاد آدم، فيكون سيدهم. قوله وحبيب رب العالمين، لأنه لما ثبت، اسمع مولانا ماذا سيقول الآن، إذا كان أتباعه أمته بسبب اتباعه هم أحباب الله، فإذا التابع إذا اتبع الرسول حبيب الله فكيف المتبوع؟ ماذا قال الله تعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع الرسول يجعلك محبوبا أو حبيبا عند الله، تمام؟ فكيف الرسول؟ إذا إكراما للرسول أنت لأنك اتبعت الرسول أصبحت حبيبا لله، معناها الرسول حبيب الله من باب أولى. الآن هكذا سيقول، لأنه لما ثبت ببركة متابعة أمته له ثبت أنهم أحباؤه، أحباء الله، أحباء الله، حيث قال تعالى بلسان نبيه فاتبعوني يحبكم الله. فلأن يثبت أنه حبيب الله أولى. واضح العبارة؟ تمام. يعني أنه أحب الله، يعني أحب من أمته من إلى الله، إلى الله، أحب إلى الله. انتبه مولانا، الأصل حب الله لعباده، ثم بعد ذلك من أحبه الله ويحب الله. انتبه، حبه إذا يأتي من الله. انتبه مولانا، أنت لا تحب الله إلا إذا أحبك الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انتبهوا شيخ يوسف، لا تظن والله أنت الآن بسبب تحب الله الله يحبك، لا، لا شك. لو ما أحبك ما هداك وجعلك تحبه. لذلك الذين هل ممكن الآن الله يحب إنسان ولا يهديه؟ لا،
تمام، فإذا فرعون لماذا ما اهتدى؟ اسمع الآن، الله يعرف ولا يؤمن، بغي هو، لماذا يرسل إليه النبيين كريمين كبيرين جليلين؟ نعم يعرف. فإذا الأمر يبدأ من الله، هذا حتى يتحقق الناس بكامل الافتقار إلى الله، يحبهم ويحبونه. هل يوجد دليل مثلا عشق يعني في المحبة لله في الأحاديث في القرآن؟ كان سأل إليه أحد، هل يوجد في الإسلام عشق إلى الله؟ ما هو المقصود بالعشق؟ يعني كيف نكون عاشقا؟ يزداد الحب إلى الله تعالى، إلى الله تعالى، إلى درجة العشق. يعني تمام، ماذا يقصد بالعشق؟ هات علمنا نحكم عليه. الخشوع يعني خشوع. لا لا، هو لا يقصد هذا. مثلا عند المتصوفين على رأسي ما في مشكلة، المتصوفون ساداتنا، المتصوفون العلماء ساداتنا بلا شك. التصوف في الإسلام هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو التصوف. ازدد اتباعا لأوامر الله ورسوله تزداد صوفية، هكذا. يعني هل التصوف هو إلا عبارة عن مزيد من مجاهدة النفس في طاعة الله؟ لا يوجد غير هذا. فالآن عند الصوفية رضي الله عنهم ماذا يوجد؟ يوجد مقام اسمه مقام العشق. قل لي ما معنى، ماذا يختلف مقام العشق؟ لا يوجد مقام العشق. فناء فناء في الله يعني. سأله منكر التصوف. مثلا يعني هل يوجد في القرآن في الأحاديث العشق؟ يوجد حب. كنتم تحبون الله. يا شيخنا. فرط المحبة. تمام، هو حب. فرط المحبة يعني. يعني حب كثير. طبعا الناس يختلفون في هذا. يختلفون بحسب ماذا؟ بحسب معرفتك لله تزداد حبا له. وتبتل إليه تبتيلا. نعم، هذا منتهى الحب. تعرف ما معنى تبتل؟ انقطع. انقطع عن كل شيء لله. وصلت إلى أعلى درجة. تبتل يعني انقطع عن كل شيء وابقى لله. طبعا انتبه الآن، أنت مثلا عندما تترك كل شيء لأجل شيء، تعال، يوجد طالب كان يدرس وكذا وكذا ويلعب كرة قدم وإلى آخره، ثم ترك الدراسة وترك أهله وكذا من أجل كرة القدم. ماذا يعني؟ أنه يحب كرة القدم أكثر من الدراسة. تمام، فالإنسان إذا ترك كل شيء وأعطى كل حياته لله، هذا دليل أنه يحب الله أكثر من أي شيء آخر. مثلا عندما نصلي نحن نجعل أنفسنا مثلا لا نفكر شيئا آخر، هذا لتبتل تبتلا جعلا. تمام، أي إجبار؟ طبعا طبعا، يعني أنت الآن في فترة الامتحان، ما وصلت أنت إلى مرحلة يعني ماتت. هل تعلم أن الأنبياء مع عصمتهم يبقى عندهم الامتحان؟ فهل تريد مثلا الآن يصبح عندنا أنت والشيخ يوسف مثلا أن يكون عندكم يعني الصلاة مثلا شرب الشوربة؟ يعني ما وصلنا إلى هذا الحد. هذا الابتلاء والامتحان يدوم شيخنا. طبعا طبعا، نعم. وروي وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جلس ذات يوم جماعة من الصحابة يتذاكرون، نعم، فسمع حديثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما.
وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. روحه هذه نسبة تشريف، روحه يعني روح خلقها الله. أستاذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء من هو؟ بعد الأنبياء بعد نبينا والله قد يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله الله أعلم. إبراهيم الله الله أعلم. نعم تشريف. اسمع الآن، أنا لماذا وقفت هنا؟ لأن الطلاب والله بعضهم يعني إذا ليس الكل يعتقدون أن الله له روح، والله عز وجل أخذ جزء من روحه وأعطاها لآدم أو لعيسى. ونفخت فيه من روحي لآدم. ما في ظاهر هنا، هذا ليس له إلا معنى واحد. لا يجوز أن نقول هذا من المتشابهات ونترك لا، يعني يحتمل أن الله أعطى جزء من روحي وروحه نحن أبدا، هذا له معنى واحد. كل المفسرين، إذا وجدتم مفسر غير ذلك تعالوا إلي، كل المفسرين أي كلمة الله وروحه يعني ما معنى هذا الكلام؟ روح خلقها الله، أكثر من هذا لا يوجد. وإلا عقيدتنا مثل النصارى، يقولون حل شيء من الله فيه، فيقولون عيسى فيه ناسوت وفيه لاهوت، فيه جزء أرضي وجزء سماوي، جزء إنساني وجزء إلهي. أبدا أبدا، هذه عقيدة نصارى شيخنا. عيسى كله إنسان خلق الله، فعيسى كلمة الله وروحه يعني روح خلقها الله. أيضا هذا ليس فقط، ما هذا الكلام ليس لعيسى فقط بل آدم أيضا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذن لو قلت والله إذن نحن من روح الله أيضا، لأن نحن أولاد آدم، إذا آدم فيه فأسيادنا، هذا يفهم فقط ما معناه؟ فقط فقط روح من خلقي فقط، أكثر من ذلك نحن لا نعتقد ولا يوجد مسلم يعتقد. أصلا الله عز وجل له روح، الله له روح، الله له روح أبدا، الله له حياة، والحياة لا تعني الروح. حي لا يعلم حياته إلا هو. إيه أبين لك. ها؟ انتبه الآن، سئل مالك رضي الله عنه هل ملك الموت يتوفى الحيوانات أيضا؟ اسمع اسمع، ملك الموت هل يتوفى الإنسان؟ فقال سألهم ألها روح؟ قالوا نعم. قال إذن يتوفاها، حتى البعوضة، حتى تمام. الروح معناه سر الحياة الذي إذا انفصل عن الجسم حصل الموت. هذا المعنى موجود في كل الحيوانات تمام. أما الآن لك يا حبيبي، يا حبيبي أنت ما فضلك الله على الحيوان بالروح، فضلك بالعقل. طبعا يوجد، طبعا يوجد،
نعم. أي. ليس واحدة، كل إنسان فيه روح. تمام، اسمع شيخ الإسلام، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا الروح لا أحد يعلمها إلا الله، كيف نميز بين روح الإنسان والحيوان؟ هذا لشوف، أعطني الآن، أنا لو أخذت جزء يد الإنسان ويد الحيوان وحللت، أقول والله يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف بين لحم الإنسان ولحم الحيوان، تمام؟ أما الروحات، حلل، خذ روح إنسان ضعها تحت المجهر، وخذ روح حيوان وضعها تحت الميكروسكوب، وانظر ماذا يخرج معك. لا يرى ولا يعلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الإمام الغزالي في محك النظر لما سألوه عن تعريف الروح ذكر أقوال علماء المتكلمين بأقوالهم، والفلاسفة بأقوالهم، والمعتزلة بأقوالهم، ثم بعد ذلك قال والأحسن أن لا نخوض في هذا. بعد أن تكلم طويلا قال المؤمن عليه أن يقول لا أعلم، بعد أن ذكر. والإمام الرازي في كتاب المعالم في أصول الدين تكلم طويلا، هل الروح جسم وجسماني أو لا جسم ولا جسماني، أو جسم لا جسماني أو جسماني لا جسم، قسموها إلى هذه الأنواع، وذكر أقوال وأدلة كل فريق، إمام الرازي في كتاب المعالم في أصول الدين. الإمام الغزالي يقول لا، وصاحب الجوهرة ما يقول ولا تخط في الروح، إذ ما ورد نص من الشارع لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند. نعم، عند الإمام مالك يقول الروح جسم. جسم أو جوهر؟ لا، إذا قلنا جوهر يعني مجرد عن المادة، والمجردات عند المتكلمين لا يقبلونها، المجردات، فهو جسم. عندنا لا يوجد إما عرض المخلوقات، إما عرض وإما جسم فقط. يقول إمام تفتزاني أما المجردات فلم يقم عليها دليل تام عند المتكلمين، هذا كلام الفلاسفة. يعني المجردات المقصود بها عند الفلاسفة هي مثل الروح والعقل والملائكة. المهم هذا موضوع طويل. بعد الموت الروح يذهب إلى أين؟ إلى الجنة والجنة. قبل الحساب لا يوجد لا جنة ولا جهنم. اسمعوا مولانا دقيقة، لا تنسى سؤالك مولانا. لا يوجد قبل الحساب لا أحد في الجنة ولا في جهنم. هم في أرواحهم في طيور، في حواصل طيور خضر، تمام؟ أما دخول إلى الجنة لا يوجد. يعني إذا فرعون ليس في النار الآن، تمام مولانا؟ فالروح تكون في مقام عالي للمؤمن، وفي مكان سافل ضيق للكافر، لكن كلاهما يبقى لها تعلق بالجسد، بحيث يشعر الجسد بالألم أو بالنعيم. انتبه مولانا، في حياة الروح تبقى متعلقة بالجسد، ليست حياة كاملة، يوجد تعلق ما، هكذا قال العلماء. جسد لا يوجد، أكل السبع. موجود الجسد، الجسد تفرق، الجسد تفرق، تمام مولانا؟ لأن عذاب القبر ونعيم القبر بحسب الأحاديث الدالة يدل على أن هذا للروح والجسد، بدليل أن الإنسان عندما لا يعرف الجواب للملائكة في البخاري فيطرق بمطرقة بين أذنيه،
يعني على رأسه. هذا يدل أن هذا لماذا؟ للجسد. المهم يبقى تعلق للروح بالجسد حتى لا هي في داخل الجسد ولا هي بعيدة عنه. الروح متعلقة به تعلقا ما؟ إندرا غاندي ملكة هندستان. ملك. ملكة. أنديرا أنديرا بنته. توفي منذ زمان. أبوها كان الملك مهاتما غاندي. وفعلوا مثل الرومات ووزعوا أو رموا إلى كل الجبال أو كذا. كيف العلاقة الروح بهذا؟ الله يعلم. هكذا نقول سيدي. سيدي هذا تفرق في كل مكان. تمام مولانا؟ الله عز وجل قادر أن يعلق الروح بكل ذرة من ذراته، ولو أصبحت ذرة في الهند وذرة في أمريكا وفي كل مكان. اسمع سيدي، هو يشعر أنه في مكان واحد ويعذب كله. وأنا ضربت لكم مثالا من قبل أن هذه الأشياء لو تفرقت الله يوصلها إلى مكان، الإنسان يوصلها إلى مكان واحد. يا شيخ يوسف الآن كم مكالمة تليفون، لو الآن كل إنسان من هؤلاء فتح التليفون كم تركي الآن يتكلم في التليفون؟ كم مكالمة في الهواء الآن؟ هل مكالمتك لي ممكن يعني تأتي إلى تليفون هذا؟ إذن الإنسان لما يريد أن يرسل شيئاً استطاع أن يوجهه إلى مكان لا يختلط بغيره. الله قادر أن يفعل هذا؟ هذا من أين تأتي هذا؟ في الهواء، المكالمات في الهواء. لو وضعنا، قلت ضربت لكم مثال، لو وضعنا 20 تلفزيون هنا، هنا يوجد كرة قدم وهنا يوجد أخبار، وهنا يوجد الشيخ مهند يفعل درس، وهنا يوجد الشيخ يوسف مع الشيخ خليل قنش، وهنا يوجد كذا. تمام، أنا عندي 20 تلفزيون، من أين يأتي هذه الصور؟ في الهواء. طيب لماذا لا تختلط الصور في لماذا لا يخرج مثلا في هذا التلفزيون رأس الشيخ يوسف، وفي هذا رجل الشيخ يوسف، وفي هذا أنف الشيخ يوسف؟ لماذا لا مع أنه في الهواء؟ قال الإنسان، الإنسان ها استطاع أن يوجه هذه مع أنها تكاد تكون لا شيء، لا يوجد شيء، استطاع أن يوجه هذا إلى هنا لا يختلط مع هذا وهذا. طيب الله عز وجل لو أراد أن يرسل عذابا ويوصله إلى كل نقطة، الآن أحيانا إذا يوجد مباراة كرة قدم يوصلونها إلى كل نقطة في العالم، فأيضا لو تفرق جسم هذا الإنسان في كل نقطة الله قادر أن يوصل العذاب إلى كل نقطة، وتكون روحه متعلقة به في كل ذرة من ذرات جسده، لا يوجد مشكلة. لو كنا نقول هذا الكلام قبل هذه الأمثلة يا أخي هذا معقول؟ انظر يقولون هذا غير معقول. ما معنى غير معقول؟ غير معقول لا يحصل. طيب الإنسان استطاع أن يفعل؟ الله عز وجل من باب أولى أنه قادر أن يفعل. لا أريد أن نكمل، لك يا أخي فهمت والله لو بالأسيل ها؟ سبحان الله يبقى آثار، يبقى هذه الآثار. ثم انتبه الآن، ربما هذا الجسد انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية لها قانون آخر شيخنا، أنت لا تراه ويرى. قال الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لطيف الماء، لطيف الهواء أقوى لطيف،
الطف لطيف، ولكن الملائكة لطيف. أي الروح يعني الطف يا ملك در الطف يعني. الملائكة أجسام. أجسام. إذا تشك أجسام نورانية. نحن هي محجوبة عنا. ولو كشف عنا نراها كثيفة، بدليل أي شيء كشف عنا؟ لو استطعنا أن نرى الملائكة ممكن؟ طبعا ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته الملكية سد بين الأفق، سد كل السماء على أصل صورتي. فالملائكة أجسام، أجسام لطيفة، لكن لو أراد الله أن نرى نرى. الصحابة رأى طبعا، بعض الصحابة رأى. ما هو الروح؟ يوجد خلاف هل هي جسم أصلا أو ليست جسما. يوجد من يقول الجسم، الروح هي عرض، عرض، والعرض لا يرى. العرض مثل الآن علمك، هذا عرض. فقلت لك اختلف الناس في الروح، هل هي عرض أو هي جسم أو هي جوهر؟ بسرعة يعني الروح يعني يسهب بآن واحد زمان إلى العرش يعني، الآن واحد زمان يسهب إلى العرش يعني بسرعة يعني. الإنسان أيهما قائم، الروح بالبدن أو بدن الروح؟ ما الروح أيهما قائم به؟ الروح البدن. تعرف عند الإمام الرازي إذا نام يخرج الروح. تمام. لذلك من هنا ذهب العلماء إلى أن الإنسان ثلاثة أشياء: روح وجسد ونفس. فالإنسان النفس تتكون من التقاء الروح مع الجسد، كل روح دخلت جسد يصبح نفس. إذا قصدنا النفس هنا الشهوانية، الجسم نفس أو لا 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 لا، الله أعلم. اسمع الآن، من ماذا هذه أمور؟ والله كل من تكلم عنها يتكلم بالظن، لكن هذه نتائج. اسمع الآن، لماذا قالوا يوجد روح وجسد ونفس؟ هل تعلم أن الإمام الرازي قال أنت جسدك لا علاقة له بك؟ ما هو أنت؟ أنت عبارة عن العقل والروح فقط، أما جسدك ليس له علاقة. اسمع، يقول بدليل أنك في كل 20 سنة يتبدل جسمك كله وتبقى أنت. بعضه يقول بالعكس، الأصل الجسد والروح فيه، لكن لماذا قالوا يوجد النفس؟ اسمع سأختم، أنا طولت عليكم. قال الروح لو خرجت يموت الإنسان، لكن وجدوا أن النائم يخرج منه شيء لكن لا يخرج الروح، لأنه لو خرجت الروح يموت والنائم ليس ميتا. والله قال ليس ميتا. نعم. ليس ميتا شيخنا. ليس ميتا. نعم. اصبر، الروح فيه ما زالت، لكن النفس خرجت. الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تكلم عن النفس، ما تكلم عن الروح، لأن الروح لو خرجت يموت الإنسان، والنائم ليس ميتا، النائم لا يموت مولانا. يا شيخنا كل هذا ظن، لكن اضطر الناس أن يقولوا هذا الكلام. أستاذ، السميع من هو؟ البدن أو الروح؟ البصير أو قادر؟ اسمع مولانا، هذه كلها آلات، والسمع والإبصار وكذا كله قوى غير الآلات. وانتبه الآن، كل حاسة تحتاج إلى الروح، لذلك الميت لا يسمع ولا يرى. نحن نقرأ في كتب التصوف يقول يعني حقيقة الإنسان الروح، البدن يحمل
هذا كلام الإمام الرازي. نعم حقيقة الإنسان الروح. إمام الرازي يقول الجسد لا علاقة له بك أبدا. أنت هو النفس الناطقة. النفس الناطقة هي الروح والعقل. أما هذا الجسد لا علاقة له. هذا كلام الإمام الرازي. يعني النفس يتعلق ليس بالروحية بالروحية ليس كذلك، ولكن أيضا يوجد تعلق بالبدن يعني. لكن النفس هي الروح أو غيرها؟ لا أعرف. يوجد نفس ولا يعرف يوجد نفس كالدخان كالدخان في البدن في كل البدن كالدخان في كل البدن. ما هو النفس؟ الروح يعني نفس ليس الروح هكذا. نعم الإمام الغزالي ذكر كل هذه الأقوال ثم قال لا تخوضوا في هذا. نعم يلا إذن نكمل الحديث بسرعة أسيادنا. نحن وقفنا عند كلمة الله وروحه. قال آخر اصطفاء لكن مهم هذا ها. ونفخت فيه من روحي فقط. روح مخلوقة لله. الله ليس له روح ووضعها. آدم اصطفاه الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت كلامكم وحجتكم. إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، وأنا أول من يحرك حلق الجنة ولا فخر. يعني حلق أبواب، الباب له حلق يطرق يعني، فيفتح لي فيدخلنيها ومعي فقراء أمتي. انتبه يا شيخ يوسف ها. طيب ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا. يعني يوم القيامة النبي هو الخطيب باسم جميع الناس. إذا ها لا لا وفدوا إذا حشروا إذا حشروا وذهب وفدوا على الله يعني جاءوا إلى الله حشروا حشروا. وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. تمام. كنت أنا ظننت أني أتكلم اليوم عن لا نبي بعدي ونزول عيسى وكذا. إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.